بركاته. مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا في مستهل حلقة جديدة من برنامج المشهد. في هذه الحلقة نتناول بيانا اصدره حراك معا من اجل حقوق المستشار، يطالب بحقوق المستشارين في المجالس الجهوية على عموم التراب الوطني. يسعدني ان استضيف لهذا الغرض الاستاذ سيد الخير الناتي، متحدث باسم حراك معا من اجل حقوق المستشار. اهلا بك استاذ الفاضل. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة. بيان شديد اللهجة حمل مطالب عدة وجهتموه إلى رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، وزارة الداخلية والمالية، ما السياق الذي جاء فيه هذا البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. بداية أشكر قناة المرابطين لإتاحة هذه الفرصة لأتحدث عن قضية مهمة تهم الجميع، ألا وهي تطوير الجهة وإصلاح الجهة وإعادة هيكلة الجهة وإحداث التوازن داخل الجهة نفسها. بداية هذه السانحة نختار نوجه تشكراتي للدولة الموريتانية ونهنئها على نجاح القمة اللي أعدلت مؤخرا، اللي تعكس فعلا نجاح الدبلوماسية الموريتانية. ونوجه تشكراتي كذلك للسلطات على التعاطي مع حادثة وباء كورونا، هذا الوباء اللي يجب أن نعود القضية الموحدة لجميع الموريتانيين، موالاة ومعارضة وهيئات مجتمع مدني، لأنه مسألة تهم الجميع. بالتالي من هذا المنطلق أنا نثني على جهود السلطات في هذا المجال، ونطالب من جميع المواطنين التعاطي مع جهود السلطات فيما يخص قضية كورونا، لأنها مسألة تهم الجميع، ولأن الثقافة الموريتانية والمجتمع الموريتاني بطبيعته مجتمع منفتح ومفتوح، وهذا ما يتناسب وضعية هذه الجائحة. معناها أن نحتاج أن نتعود قضية كورونا قضية بالنسبة لنا قضية أساسية، هذا من حيث المبدأ. بالنسبة للموضوع اللي نتحدثه بصدده اليوم، موضوع مهم وموضوع ما يتعلق الا بحقوق المستشار. ياسر من الناس يقول لك هاي قضية حقوق المستشار، وهذا ما يتعلق الا بحقوق المستشار، لكن حراكم يحمل هذا العنوان، حراكنا يحمل هذا العنوان لأننا نعرفوا بروصنا من نحن. انت ما تقدر تتحدث من فراغ يا غير. هذا مشروع يهم الدولة الوطنية، يهم الدولة الوطنية. بعض من الناس يعطي لك تفسيرات للجهة والظروف اللي نشأت فيها وانها ردة فعل وانها كذا وكذا. انا نختار نقول ان ذا اللي ينقال له الجهات انها موجودة في موريتانيا من سنة 1969، من عهد المختار ولداده كانت موجودة. كانت موجودة في عهد المختار ولدادة، وكانت الجهات تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة، وكان الوالي هو اللي يمثل الجهاز التنفيذي في الجهة. معناها أنها قديمة جدا، ولا هي ردة فعل، ولا هي قرار ما هو مدروس، ولا هي مثلا بديل عن شيء. هذا ما هو خالق إطلاقا. الجهة موجودة من عهد المختار ولدادة، من 1969 كانت الجهة موجودة، وكان الوالي هو اللي يمثل الجهاز التنفيذي في الجهة، وكانت تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية. كان في مجلس محلي منتخب يقير يرأس الوالي وهو الجهاز التنفيذي به. معناها أن الجهة قديمة ولا هي ردة فعل على حدث ما، ولا هي نتيجة لظرف ما. هذا من جهة. عقب ذاك عندما انطرحت قوانين البلدية، انطرح معها قانون الجهات، طرح قانون الجهات يكسع الناس اللي شرفت على تعدال البلدية، طرحت معها قانون الجهات. وفي عهد سيدي والشيخ عبد الله تم استصدار الرئيس سيدي والشيخ عبد الله تم استصدار قانون للجهات، وكان له هو اتجاه الدولة. معناها انه ما هو وليد اللحظة، ولا هو مربوط مثلا بنظام سياسي معين، ولا هو مربوط بظروف زمانية ولا مكانية معينة. هذه الجهة وحدة، لكن على الأقل الظروف التي تم فيها إنشاء هذه الجهات والطريقة التي تم بها إنشاؤها يسوغ ما يقوله البعض عنها. لا قراءة البعض، قراءة البعض له، لكن له مصوغات في الواقع يعتمد عليها، لأن القانون موجود من عهد المختار ولدادة، وعقب ذاك وجد في عهد سيدي والشيخ عبد الله هذا القانون، وزمن البلديات انطرح هذا القانون، والدول كاملة اللي مجاورة لنا موجودة في هذا اللي قالوا الجهات. استنى حتى تكون الأمور واضحة، هذه الجهات في الدول الجوار جهات تنموية كبيرة تلعب دورا كبيرا. نعم. قبل إنشائها أنشئت ورشات لنقاشها، تم الاتفاق على مضمونها، على القوانين المسيرة لها، على الأساليب التي ستنتهجها من أجل تحقيق التنمية المنوطة بها. نعم. هذا في موريتانيا حدث العكس، في ظرف معين النظام يريد تغيير النشيد والعلم، أدرج معه الجهات
الجهات باستفتاء معين وجهه للشعب متكلم في دستورية ذلك الاستفتاء. ها يعني هذا ظرف بصورة عامة يسوغ ما يقوله البعض. لا. أنا هنا أنقل وجهة الرأي الغايبة. فضل أستاذ. نحن في بلد ديمقراطي ومن حق كل إنسان يقول قراءته اللي تناسبه. من حق كل قوى سياسية تأول القوانين وتأول الأمور حسب ما تراه مناسبة لها. يقول احنا نتكلم من الواقع التاريخي ونتكلم من الواقع المحلي. لكن اسمع الواقع التاريخي ان اللي قال لهم الجهات انشئت في عهد المختار ولدادة وكانت موجوده وكانت اكثر صلاحيات اكساء بها اللي كانت تابعه لرئاسه الجمهوريه مباشره. ثانيا الدول اللي مجاوره لنا كامله توجد فيها جهات. المغرب توجد فيها جهات، السنغال يوجد فيها جهات، ساحل العاج في اوروبا توجد جهات. الجهات هي شنو؟ هي عباره عن وحدة من وحدات اللامركزية العالمية تتنازل بموجبها السلطة المركزية عن جزء من مهامها وجزء من صلاحياتها للجهات من أجل ما لا من أجل إحداث التنمية المحلية على المستوى الجهوي ومن أجل مولي إشراك المواطن بحقوقه، لأن المواطن والشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطة. هذا من حيث مبدأ أنتم بيانكم ما هي أبرز مطالب التي طلب ولما هذا الامتعاض الذي يصفه البعض بالاستعجال حدث مبكرا وأنتم دخلتم على قوانين سنة قبل أن تترشحوا لهذا المنصب ويبدو أنكم كنتم راضون بها؟ هذه القوانين التي سنت لم تطبق. أعطيك مثال بسيط من القوانين في المادة رقم 2 من هذا القانون. تقول الجهة هيئة اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا. من رأي كان هذه الاستقلالية المالية ولا مفهومها؟ خلقت والله ما خلقت. يجمع المجلس الجهوي على مسألة ويصادق عليها كبر لمان جهة وكجهة تنفيذية يصادق عليها، لكن قال له هذه ما قبلتها وزارة المالية ولا قبلتها وزارة الداخلية. معناها الاستقلالية اللي جات في المادة رقم 2 من ذا القانون هذه ما طبقت. بالتالي القوانين ننفسها بحاجة لمراجعة، لأن القوانين اللي نسنت ذيك الساعة نسنت نظرت للجهة كما لو كانت بلدية، والجهة تختلف تماما عن البلدية. الجهة برلمان على مستوى الولاية، والجهة جهاز تنفيذي على مستوى الولاية، والجهة جهاز تنموي على مستوى الولاية، وتختلف تماما عن البلدية. البلدية مجموعة خدماتية والجهة مجموعة تنموية وتجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. معناها نفس السلطة اللي تتمتع بها الجمعية الوطنية باعتبارها ممثلة للشعب تتمتع بها الجهة باعتبارها ممثلة للشعب وباعتبارها أقرب للمواطن وباعتبارها عندها بعدها التنموي. إذا هذه الأمور اللي موجودة في القانون، الجهة اللي مثلا انتخبها الشعب الموريتاني صوت عليها استفتاء شعبي حر ومباشر، وعاقب ذلك كل مستشار واحد منها زكاته ولاية تامة. هذه القوانين ينبغي انها تفعل وينبغي انها تشاف مثلا في سياق عملية تتناسب ومكانة الجهة. وعلى الاقل احنا نطالبه بما هو موجود في الدول المجاورة لنا، نعود المستشار الموريتاني والجهة الموريتانية كيف الجهات اللي موارية. احنا انتخبنا شعب ونقال ان الجهة مسؤولة عن الاستثمار والجهة مسؤولة عن التعليم الثانوي والفني والجهة مسؤولة عن الطرق والجهة مسؤولة عن كذا 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 لكن بسمع. وعاقب ذاك بعد سنة ونص الجهة مازالت حبر على ورق. أنا ما أتحمل هذا النظام الحالي مسؤولية الجهة، لأن هذه جزء من تركة النظام السابق اللي لحقها سابقه. يا غيري يلا من شيء لحقه سابقه وعدله وصحح، كانت فيه مادة ممنوعة من الدخول دخلت، كانوا فيه مواطنين مفصولين من عملهم وعادوا لعملهم، كانوا فيه مواطنين ما عندهم باسبوراتهم ما عندهم جوازاتهم من عادوا لهم جوازاتهم. كذلك الجهة يا الله ينتظر فيها بعين الاعتبار وتقاس على بقية المسائل اللي حقق والإجازات اللي حقق. لنتناول النقاط التي تناولها بيانكم، ما هي أبرز المطالب التي ترونها ضرورية والتي جاء بها البيان؟ أولا احنا نطالبوا بالنظرة الاعتبارية والقيمة المعنوية للجهة. كانت نقطة أولى في البيان. هذه مسألة اعتبار المستشار يتمتع بنفس القوة القانونية والمشروعية. صحيح. التي يتمتع بها النائب. صحيح. النائب المحترم الموقر صوتت عليه مقاطعة، وهذا المستشار صوتت عليه ولاية. الشعب هو مصدر السلطة، هو صاحب السيادة. هذه القيمة اللي يستمدها النائب من الشعب يجب أن يستمدها المستشار من الشعب. كي واحد مستشار يمثل ولاية يدخل على حاكم كي اللي ما داخل عليه شيء، يدخل على والي كي اللي ما داخل عليه شيء، يدخل على وزير كي اللي ما داخل عليه شيء، بينما نين يدخل عليه برلماني مصوت عليه مقاطعة ودخلت عليه رواية كبيرة. احنا نحترم النواب وعلى رؤوسنا. يا غير اذا كان الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطة والقيمة تستمد منه، احنا اكثر اللي يمثلوا من الشعب من اللي يمثلوا السادة النواب.
هذه 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 المكانه الاعتباريه نبقى نشوفوها تنعطى للمستشارين. اذا كان النظام السابق خلق هذه الهيئات وخلاها حبر على ورق للامانه التاريخيه، هذا التاريخ الله ينقل، انا الاوان لان هذه الجهات تفعل وتشوف النور وتنعطى لها مثلا قيمتها الاعتباريه اولا قبل القيم الماديه، وتمكن من الوسائل اللي تجعلها تخدم المواطن. احنا هون الشعب اللي منتخبنا. استاذ حتى يكون المشاهد معنا في الصوره، نعم، هل انتم الان تطالبون بتفعيل قوانين عطلت ام انكم تطالبون بتغيير قوانين وتكييفها مع ما ترونه انتم حق لكم؟ هذا هو بالضبط محل السؤال. انتم القوانين سنت قبل ان تترشحوا للمناصب قبل ان تنتخبوا، صحيح؟ نعم. اذا انتم دخلتم على هذه القوانين برضاكم، هل برضانا بين قوسين بين قصة، طيب أتفق معك. هل أنتم الآن تطالبون بتفعيل قوانين معطلة أم تطالبون بسن قوانين جديدة ترونها ضرورية؟ إحنا نطالب بإصلاح شامل، إصلاح هيكلي، إحنا قلنا إصلاح هيكلي، إصلاح بنيوي اللي قالها الجهة. أولا من حيث القوانين، فهم قوانين متناقضة تمام. أنت لين تقول ذي المادة رقم 2 من القانون إن الجهة هيئة اعتبارية مستقلة سياسيا إداريا وماليا، وفي نفس الوقت تجعل عليها وصايه وزاره الماليه وزاره الداخليه، معناها انها خلقت تناقض في القانون. قانون من نفسه اللي كان مثله خلق فيه تناقض. لماذا بنسمع حديث عن هذه التناقضات وهذه الاختلالات اثناء تشكيل الجهات في الوطن واثناء الترشح لها واثناء ذاك المخاض العسير؟ لماذا نسمع هذه الاختلالات وهذه الملاحظات؟ لكل ظرفيه خصوصيتها. ياسر من الاشياء اللي تسمع عنها اليوم وياسر من المطالب اللي انطرحت ترك ما كانت تقدر تنطرح ولا كانت تنطرح، هي اللي هلها يعرفون هلها طرحوها. ما لما النظام الماضي هو الذي أشاء هذه الجهات والذي يتحمل والتي يفهم أنه هو المعني بها بصورة خاصة جهات النظام الماضي. لماذا لم تطرح عليه هذه المطالب مثلا؟ لماذا نسمعكم تطالبون النظام الماضي بهذه المطالب تصحيح هذه الاختلالات وهو صاحب الفكرة أصلا والمتحمس لها؟ رؤساء الجهات اللي مثلوا الجهات بعد انتخابهم وبعد المدة كاملة الفوت من الزمن كامل ما قد تلقاهم في يوم من الأيام حتى يطرحوا عليه قاعد الروايه. تطرح اعلاميا، انتم الان تطرحون مطالبكم عن طريق الاعلام وعن طريق البيانات. يعود رئيس الجهه الى اطرح مساله ما وصلت لهاش نقولوا يا مستشار عادي والله مسلم. بالتالي احنا نراو ان موريتانيا داخله عليكم مرحله تاسيس ومرحله مؤسسه، وهذا التاسيس وهذه المؤسسه يلا وتحضر فيهم المجالس الجهويه، يلا وتحضر فيهم المجالس الجهويه. فخامه رئيس الجمهوريه انا متاكد من انه البرنامج اللي طرح تعهداتي واسماها بتعهداتي ليعطيها شحنة أخلاقية وشحنة معنوية. بما أن الرئيس يحاول يعطي معنى أخلاقي ومعنى جديد للسياسة، إحنا مو اللي نختار ونعطوا معنى جديد للموالاة، وهي انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معناها أن إحنا زاد من باب الموالاة يا الله ولين نشوفوا جوانب قصور في حدث ما والله في مرفق ما نبه لها. الموالاة ما تعني التبرير دائما، هذا المفهوم اللي عند الموريتاني ان المعارضة تعني الشيطنة دائما وان الموالاة تعني التبرير دائما، هذا مفهوم خاطئ. الحق ضالة المؤمنين أن وجدها فهو أحق به. المسلم إلينا نشوف قصور في بلاده سوى هي شنهي يعملها أبوه والله أخوه والله أقرب الناس له، الله يقول له بابا خارج من الأمر ما هو كذا وكذا، ينبه لأن الدين النصيحة. احنا زاد مولي نختاره من هذا المنطلق ومن باب الولاء ومن باب الدعم نعطوا راينا ونقدموا رؤيه لصانع القرار ان ذا اللي قال له الجهات فيها اختلالات بنيويه كبيره، فيها اختلالات في النصوص وفيها اختلالات في التوازن داخل الجهاز التنفيذي بالنفس. مثلا نواب الرئيس في القانون يقول انهم جزء من مكتب جهه، هذو الناس منتخبتهم جهات وراءهم ناس وتعلق عليهم آمال، إلين يعود وجودهم هما في الجهاز التنفيذي للجهة وجود صوري وجود شكلي ولا عندهم قيمة، هذا بالنسبة لهم شكل محرقة انتخابية. إذا ذا الجهاز يا الله يخلق فيه توازن ما بين الرئيس نفسه رئيس الجهة ونوابه. طيب، هذا من ناحية الاعتبارية تطالبون بإعادة الاعتبار للمستشار وإعطاء القيمة القانونية والمشروعية التي يستحق. طيب نقطة ثانية، مراجعة كل النصوص الصادرة عن جهات الوصية الداخلية والمالية إلى آخره. طبعا كيف تراجع هذه؟ هل تريدون استقلالية تامة عن وزارة الداخلية والمالية بحيث لا تكون تتبعون لهذه الوزارات؟ احنا نطالب باللي قالت اللي قال القانون انه يفعل واللي فيه فهم نواقص يتم، لكن هاي الماده فضفاضه. القانون قال ان
قال ان الجهه مادة 2 تعريف مادة 2 المادة 2 الجهة مجموعة إقليمية تتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية. هذا قايله القانون ما أنا قايله نحن. هذه الاستقلالية المالية اللي نص عليها القانون أنها موجودة احنا نطالبوا به. طيب هذا المطلب وهو مطلب جوهري كبير أيوة. ترون أنه تعطيل للقانون، لماذا لم يتبناه رؤساء الجهات بدل حراك المستشارين؟ لماذا لم يتحدث عنه رؤساء الجهة وهم المعنيون وهم المعنيون به بالضبط بصورة خاصة؟ ما لا يدرك أنه لم نسمع رئيس جهة طالب به. على وزير الداخلية يقعدوا يطرحوه على الوزير الأول اللي جبروه، يقعدوا لين يجبروا الرئيس لا يطرحوا عليه. المهم بعد أنها تناقض واضح صارح، هذه المادة رقم 2 من القانون تقول أن الجهة هي اعتبارية مستقلة لا في اسمها الاستقلالية المالية، وفي حين ان برلمان الجهة اللي هو مسموه يجمع ويصادر على مسألة وقالنا رفضتها الوصاية، هذا تناقض مع هذه المادة وزارة عبر هي الوزارة الوصاية هي. بالتالي احنا نطالب باصلاح هيكلي للجهة. عاقب ذاك انت تقدر تقول المستشار تعالى تم اشتغل مجانا كبضو بريكس، تمشي من هون بسيارتك الخاصة وحسابك الخاص، تمشي من هون الى فديرك، والله تمشي من هون الى روس، والله تمشي من هون الى النعمة 10 ايام بنزينك وسيارتك وسكنك في الفندق ورجوعك جاي، هيا كامل عدلوا لحسابك مقابل 6000. سنواصل نقاشنا بعد فاصل قصير تسمحوا كان اخوي. انتم مشاهدي الكرام فاصل قصير ونواصل بعده حلقة المشهد لهذا المساء، لا تذهبوا بعيد. لمواجهة تهديد فيروس كورونا في بلادنا، تدعو وزارة الصحة جميع المواطنين إلى الإطمئنان وتوخي الحيطة واحترام الإجراءات الوقائية التالية: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمحلول معقم، تغطية الأنف والفم عند العطاس أو السعال بباطن المرفق، استخدام المناديل لمرة واحدة ورميها بعد الاستعمال في سلة الأوساخ، تجنب مصافحة الآخرين عند الشعور بالحمى والسعال والعطاس والاتصال بالطبيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الرقم الأخضر التالي. مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد في الجزء الثاني والأخير من حلقة المشهدي لهذا المساء. ضيفي كما أسلفت سيد الخير الناتي، متحدث باسم حراك معا من أجل حقوق المستشار. أهلا بكم أستاذي الفاضل من جديد. كنتم تحدثتم عن الجانب المادي الذي لا ترون أن المستشار في وضعية مادية محترمة تمكنه من أداء عمله. تفضل. صح. لا تسمح لي أولا نعرف بعد قاعد مشاهد باختصار شديد بذل يعني الجهة والمحاللها من القوانين. كل سرور تفضل. نعم. المادة الأولى المادة 2 الجهة مجموعة إقليمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية من أجل ممارسة اختصاصاتها، تتمتع الجهة بميزانية وموظفين بمجمل بمجال خاص بها، تنطلق تتطابق الحدود الإقليمية للجهة مع حدود الدائرة الإدارية للولاية. يتولى إدارة الجهة جهازان منتخبان، جهاز المجلس وجهاز تنفيذي هو الرئيس. المادة لها تتمثل مهمة الجهة في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية داخل مجال اختصاصها الترابي، مع احترام مجال واستقلالية وصلاحيات التجمعات الترابية الأخرى، وتقوم بمهمة ملائمة استراتيجيات التنمية مع على والاستصلاح الترابي. واضح. الفصل الثاني اختصاصات الجهة. المادة 4 تشمل اختصاصات الجهة المجالات التالية: التخطيط والاستصلاح الترابي، الاستثمارات، البنية والتسيير الموارد الطبيعية، السياحة، التعليم ومحمو الأمية، الصحة، العمل الاجتماعي، الشباب والرياضة، الثقافة والترفيه. هذا كامل الحزمان قال إن إنها عند الجهات.
غير قاعد ما تروا عنه يكاد يكون يتداخل مع صلاحيات جهات أخرى. لا تشير هون إلى البلدية الصحة والتعليم. لا حتى حتى الصحة والتعليم والسياحة هذه لها إدارات جهوية معنية بالأمر. لا لك مفصل فيه، لا فيه تفصيل، لا فيه تفصيل. كيف ذلك تفصيل؟ شفت هي فم الدولة مجموعة محل مجموعة وفم الجهة وفم البلدية. ذا اللي قال والدفاع والأمن والسيادة والتعليم العالي هذه من اختصاصات الدولة. ذا اللي قال والتعليم الثانوي والفني والمهني هذا من اختصاصات الجهة. ذا اللي قال والتعليم الأساسي وما قبل الأساسي والأسواق والنظافة والمجازر والمقابر هذا من اختصاصات البلدية. معناها أن ما فم تداخل في الصلاحيات بين أي كان من هذه. طيب ما الذي يمنع الجهة مثلا من قيام بدورها ولعبه على أكمل وجه في ظل هذه الظرفية والقانون حدد لها صلاحياتها سلفا؟ لأن أنتم هنا طالبتم في النقطة الثالثة من بيانكم طالبتم بصرف ميزانية الجهات. طبعا كيف؟ هل لم تصرف ميزانية الجهة؟ لا تقول للشيء يكون فيكون. الذي يقول للشيء يكون فيكون. هل صرفت ميزانيات الجهات؟ الجهات ميزانياتها لم تصرف بالمعنى الصحيح ولم تصرف. طيب كيف يسكت رؤساء هذه الجهات على هذا الأمر؟ أنا قلت في السابق أن كل ظرفية مثلا خصوصيتها وهذا اللي جعلنا نتكلمه وإحنا في ظرفية حساسة. أستاذ ياك تعود الأمور دقيقة شوي. أنتم متحدث باسم حراك معا من أجل حقوق المستشار صحيح؟ البيان صدر باسم هذا الحراك يطالب بحقوق المستشار صحيح. أنتم هون تحدثتوا عن اختلالات جوهرية عندها علاقة بالجهة صحيح. لماذا ما تحدث هاي الاختلالات الكبيره اللي عندها علاقه بالجهه ككل؟ كان المفروض ان يتحدث عنها رئيس الجهه وان يطالب بها او يعترض عليها على الاقل. انتم عندكم جانب اخر هو حقوق المستشار مكانته المعنويه والماديه. احنا حقوق المستشار جزء عندنا من كل ولايه كل شيء. بالنسبه لنا حقوق المستشار ما هي كل شيء، جزء من كل. احنا نطالب بالاصلاح القانوني في الجهه واصلاح الهيكل وتوازن السلطات وحقوق المستشار هذه من نقاط الاربعه. انتم حراكم قالوا مع من حقوق المستشار كان يلا عود كان يلا عود اسمه اشمل هذا عنوان. عاقب ذاك مولي الرؤساء احنا ما نقدر نقول انهم ما طالبوا بهاي المهم، ما نقدر نقولها ولا نعرفوا كانوا مطالبوا بها ولا ما طالبوا على الاقل. نحن في الاعلام نتابع الحراك ونتابع نعرف ان رئيس لم نسمع حراك في الاعلام لا احد تحدث عنه. نعرف ان رئيس جهه العيون الاستاذ ختار وزير انه اجرى لقاءات عديده مع الاعلام وتحدث عن قضايا الجهه واجراه مع منبر من منابر واتسابيه وتحدث عن مشاكل اللي تعاني منها الجهه. معناها ان ما نقدر نقولوا ان الرؤساء انهم ما طرحوا. لكن استاذ تحدث عن مشاكل جوهريه تمنع الجهه من القيام بدورها. طبعا الجهه فم 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 تساؤل يطرحه الراي العام المهتم بالمجال المتتبع له. نعم. اين الجهه؟ شنو هو دور الجهه؟ ايش عدله الجهه؟ نعرف. هذا انتم لا هذا يتوقف عليه عن فيه الجهه معطله من عدم تطبيق قوانينها لم تصرف لها الميزانيات صحيح. كان يلا يتحدث عن هذا ويبرر صحيح. تفضلوا. الجهه ماشيه في سنتها الثانيه بشهر السادس من سنتها الثانيه على انشائها. والجهه تم انتخابها وتم تنصيب مجالسها وتم استصدار القوانين اللي منظمه لها، لكن تفعيل الجهه وصرف لها ميزانيات واعطائها الوسائل اللي تعمل بها لحد الساعه لما فاتخ لحد الساعه لما فاتخلي، وهذا اللي جعلنا نطالبوا به ونلفت له الانتباه له. واحنا مقتنعين تماما ان ما في صاحب مطلب حقيقي وشرعي لا يطرحه في الظرفيه اللي ضروه ما وصلت له ونسمع له. وعلى ذاك الاساس احنا طرحنا هذه المشاكل. ما انها لا عن حقوق المستشار هذا عنوان بحث يا غير. احنا في حديثنا تكلمنا عن صرف الميزانيات ونقل الصلاحيات هاي ما تعني الا المستشار، وتكلمنا عن التوازن داخل المجلس نفسه بين الرئيس والنواب هذه ما تعني، وتكلمنا عن علاوه النقل والسكن صحيح. كنتم تتحدثون عن علاوه النقل والسكن طبعا. قلتوا مثلا عن المستشار يسافر من نواكشوط مثلا شهر عاصمه الولايه اللي فيها الدوره أيوة. وانه يتحمل التكاليف تكاليف نقل الاقامه صحيح تتراوح طيب. هو قاعد ما يفترض عن المستشار يقيم في الولايه؟ ما فهم نص قانوني يلزم المستشار بانه يعود مقيم. ما نسكت عن الناس الحين ما تحدوا عن النصوص القانونيه غير مستشار مثلا في الحوض الشرقي. نتكلم عن الواقع يا استاذ، حتى في الواقع نتكلم نعم. منطقه التنميه العاديه نعم. مستشار مثلا في جهه الحوض الشرقي هاي يفترض عنه يقيم في الحوض الشرقي؟ يفترض، انا اقول يفترض عنه من الحوض الشرقي يقيم في الحوض الشرقي نعم. مستشار بجهه الترارزه مثلا يفترض عنه من الولايه يقيم في الولايه مطلع على مشاكل الولايه. الدوره ما تكلفه هذا النقل الكامل إلين يعود هو صف العاصمة يساكن هون ويمارس مهام ملاخرة وينتقل قايس الدورة، هذا يتحمل مسؤولية لأنه هو اللي مشى عن المركز عن مكان إعقاد الدورة أصلا. هذا يدخل في صميم مطالبتنا بإصلاح الجهة، لأن الناس كاملة اليوم هذا ساكنة نواذيب وساكنة نواكشوط، والسبب في ذلك هو انعدام التنمية في الداخل.
معناها من أسباب مطالبتنا بإصلاح الجهة إياك تخلق توازن وتخلق قطاب تنموية في الجهات ولا تعود الأمور كاملة ممركزة بالواسطة في الواذب. لو أن النعمة في هذه الوسائل ما يعود حدنا لنعمهن، لو أن الحوض الغربي فيه ما يعود حد من الحوض الغربي ساكن واقفه، ولو أن دماغ هذا الأمور كاملة ممركزة في الواقشوط ولا تتجاوز الواقشوط، وبالناس عاد عمل الناس وارتباطها وهمومها ومشاغلها مرتبطة بالواقشوط وعاد ساكن الواقشوط كامل. دور الجهة الصحية أنها تخلق التنمية على المستوى الجهوي، وذيك الساعة يعود المستشارين قاعد يقدروا يقيموا بلدهم يقدروا يمارسوا أعمالهم هم يمارسوا مهنهم. يا غير أنت مرتبط هون عملك مرتبط بالواقشوط والله بنواذبه، يقال لك اقبل سيارتك الخاصة ودير فيها البنزين على حسابك ومشي 10 أيام ساكن الفندق على حسابك وارجع جاي على حسابك الفندق. علاش ما تجي الخيام خيام أهلك تقعد هاي العادة المهمة للدولة؟ ليش ما عاد عدلوا النواب؟ ليش ما عاد عدلوا الموظفين الدولة اللي يمشوا مسافرين؟ لماذا يعود المستشار وحده والله جاء وحده المطلوب منه تتطوع؟ أنا هنا تحدثت عن مستشار الجهة، عنه رجل يساهم في تنمية الولاية من الداخل، ثم بررت ذلك بشيء آخر. نعم. ويفترض عن مستشار يعود مقيم في الولاية يعود قاع ما يطلب النقل. لكن ما دام هو يطلب النقل في مشاكل هذا هو اللي اختار يمشي. واضح. أنتم قدرتوا عدلتوا عملية حسابية للتكاليف وطالبتوا بالتعويض وطالبتوا حتى بعلاوة نعطاء لا تقل عن أعتقد 15,000 جديد اللي ذكرته في البيان، 150,000 القديم. صح. طيب أنتم غير راضين عن وضعكم المادي، أنتم عندكم رواتب شهرية، أنتم طالبتوا براتب شهرية، معناكم ما عندكم رواتب شهرية. إحنا ما عندنا رواتب شهرية ولا عندنا حتى. حتى يفهم المشاهد. إحنا ما عندنا رواتب شهرية. شنو مخصصاتكم المالية لتجبروا في الجهة؟ نجبروا 6,000 6,000 من كل دورة وتتكرر الدورات على الدورات ما أجبرناها. 6,000 جديد. 6,000 جديد. من جديد. وتتكرر عليها دورتين هذا ما فات يجبروا. إذا أنت ما تقدر تقول للمستشار تعال أنت جاي وخلاء عود متطوع، طيب طول نطوع كاملين، طول النواب عودوا متطوعين، وطول الوزراء عودوا مسافرين عودوا متطوعين، الناس كاملة. الحديث عن مجال إحنا جزء منهم مخلان عودوا متطوعين. الحديث مجال عن التطوع هذا غير وارد أصلاً. هم قاعد هي الجهة ما تتعدى مسألتين، واحدة تقاس للنظام الوطني واحدة تقاس للنظام الدولي. النظام الوطني شفنا ضيوف الدولة وشفنا الناس وموظفين الدولة اللي يمشوا مهام رسمية تحسب تكاليفهم كاملة وتعوض، وكذلك الأمم المتحدة المتطوعين فيها نحسب ملي تكاليفهم كاملة وتعوض. لماذا يعود المستشار وحده يعتبر متطوعا؟ من قال متطوعا؟ طول أصلا طوعوا قاع كاملين. حدثت عن إرهاق الجهات بعلاوة محاسب الخزينة. صحيح صحيح. به اللي مثلا هي الجهة المطلوب منها التنمية على المستوى الولاية ومزيد من اللامركزية، واللامركزية ظاهرة عالمية تسود العالم والعالم كامل يتجه نحو اللامركزية. إلينا نعود هذه الميزانية القليلة اللي ما هي خارقة، لا تقسم هذه علاوات زيد وهذه علاوات عمرو وهذه علاوات فلان، هذه 250 اللي قالوا تصرف لصاحب الخزينة، نواب الرئيس ما يجبروه؟ ما يجبروا 250,000 شهري؟ ولا يجبروها رؤساء اللجان ولا يجبروها نواب؟ هذا موظف تابع لوزارة المالية والتخلص، والخدمات اللي يؤدينا نحن يؤديها للوالي ويؤديها لجميع المصالح الجهوية في الولاية. لماذا نعطوه احنا 250 الفوقية ما يشبروها نواب الرئيس؟ معناها ان المسألة تعود لا تقسم بين زيد وعمر وخلاص، اذا ان التنمية ما خلقت واذا ان اللامركزية ما خلقت. هذا من الامور اللي احنا نطالبوا بها ونطالبوا بمراجعة. واضح. انتم مثلا من خلال هذه مشاكل كبيره واختلالات كبيره، الحراك مستوى الرسمي فتو جبرتوا بعض من الشخصيات والله الهيئات اللي افترض بها تلبي لكم مطالبكم، ثم بيانكم موجه للرئيس الجمهوريه موجه لرئيس الوزراء وزير الداخليه، فتو كلمتوا حد من المسؤولين، فتكلمتوا وزير الداخليه مثلا رئيس وزراء. هذه الرسائل وصلت الجهات كامله لكن تحدى عن لقاءات مباشره تشرحوا بها قضيتكم. هذه الرسائل وصلت الجهات معنية، وعلى أساس الرسائل تم لقاء نهار هذا بين الوزير الأول رؤساء الجهات. على سببها شنو؟ سبب هذه الرسائل اللي طرحناها وهذا الحراك اللي احنا قايمين. إذن الوقت لم يبقى منه الكثير، أنتم عندكم عدة نقاط أعتقد أننا تحدثنا عنها جميعا، إذا كانت لديكم إضافة أنا عندي أني نختار نعتذر اعتذار كلي الكافة الشعب الموريتاني اللي انتخب الجهات على امتداد التراب الوطني، ونقول لهم ان الجهات ما هي مقصرة وانها ما فاتت وصلها الشيء تقوم بذيك الخدمات
وتعدل ذاك اللي كان الشعب يعلق عليها اماله فيه وانه يوم واصلها يدور يصلهم ان شاء الله. الوقت انتهى، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ سيد الخير الناتي متحدث باسم حراك مع امن نجيب حقوق المستشار، شكرا جزيلا لكم على قبر الدعوه وسعه الصدر. الشكر موصول لكم انتم مشاهدي الكرام، الى ان يضمني واياكم لقاء اخر في حلقه من خلال برنامج مشهد نناقش فيها موضوع اخر. الى ذلك الحين دمتم في رعايه الله وحده. شكرا جزيلا، مرحبا.